سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت اللهم صل على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية دوامها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن العمل الصالح أصلحه ومن العلم أنفعه ومن الرزق أوسعه اللهم عصمنا من الفتن وعافنا من الوباء والبلاء والمحن وأصلح ما ظهر منا وما بطن نق قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تبعة لأحد اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته وأقبل تائبا فقبلته وتقرب إليك فقربته وذل لهيبتك فأحببته ودعاك صادقا صادقا فأجبته وسألك سؤله فأعطيته وسترت ذنبه وغفرته اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ورضنا ورض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ هذه البلاد أدم عليها أمنها وأمانها واحفظ بحفظك ولاة أمرها اللهم اجعل رزق أهلها صبا صبا ولا تجعله كدا كدا اللهم اجعل حياتهم أنسا أنسا ولا تجعلها نكدا نكدا
اللهم اجعل أهلها شاكرين لنعمك، شاكرين لنعمك، مقرين بها لديك، مثنين بها عليك. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك، إنا تبنا إليك، إنا تبنا إليك، إنا تبنا إليك، وإنا من المسلمين. اللهم ارحم زايدنا، اللهم ارحم زايدنا، وبارك في خليفتنا، وبارك في خليفتنا، واحفظ محمدنا ومحمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل ما بذلته هذه البلاد من خير ومعروف وعطاء ودواء، سببا في رفع الوباء، سببا في رفع الوباء يا سميع الدعاء. اللهم ارحمنا بالمخلصين، اللهم ارحمنا بالمحسنين، اللهم ارحمنا بالصادقين، اللهم ارحمنا بالمستغفرين التائبين، اللهم ارحمنا بالمساكين، اللهم ارحمنا بالصابرين، اللهم ارحمنا بالطيبين، اللهم ارحمنا بدعوات أمهاتنا، اللهم ارحمنا بدعوات أمهاتنا وآبائنا وذوي الهمم وكبار المواطنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا وعافنا، واطرد الضر عنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ومرضى المسلمين، ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا الله، يا الله، يا الله، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتضرعاتنا وصدقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلها ساعة إجابة يا ربنا، اجعلها ساعة إجابة يا مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.